خير مشاهدي احلى الناس. بما اننا في موسم الصيف فبتكتر سفرياتنا والعاد على البحر وحمام السباحه، فاسمحوني من خلال فقره عبير امراه ان انا اعرض لكم مجموعه من اشكال والوان النظارات المختلفه، واللي هيساعدكم في الاختيار الصح الاستاذ عمرو محمد. هو مدير مبيعات شركه بصريات التجاريه ووكيل عن سافيلو او سافيلو الايطاليه. بنقول له مساء الخير. مساء الخير يا عبير، ازيك يا صباح؟ تمام الحمد لله. قول لي بقى، موضه 2013 في اشكال والوان النظارات ايه السنه؟ الموضه فيها حاجات كتير قوي السنه دي. فيها في الاشكال الاحجام الكبيره، الراوند، الشيب الراوند، الهاي اند في الموضه هو الكات اي. الكات اي ده في كاتيجوري من النظارات بيتقال عليها الفانتج او موديلات السبعينات والثمانينات، ده الهاي اند. اسمح لي نشوف حاجه من الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي. ايوه من الكات اي بلون كمان زي كده. دي اسمها ايه؟ كات اي شيب، الشيب كات اي. كات اي اوكي. دي من الموضه بتاعتي السنه دي. الموضه عاده ما بتبقاش حاجه واحده، الموضه بتبقى كذا حاجه مش حاجه واحده بس، عشان تتماشى مع معظم الناس. تمام. بالنسبه للالوان، بما اننا داخلين على الصيف فمعظم الالوان المترقعه، الالوان الغريبه انا شايفه في حاجات زي الاحمر مثلا. بالنسبه للشيبس قلنا الراوند والكات اي شيب، بس ده مش معناه ان لو مش الاثنين دول وحد عايز يلبس نظاره وليكن مستطيله، ده مش معناها ان هو موضه قديمه يعني. تمام. لا، في كل المنتجات في معظم الشركات بينزل اللي يتماشى مع نوع وش العميل. المهم انها تبقى لايقه عليه. ايه اللي متماشي مع الموضه سواء باللون او بالشكل على قد ما يقدر، مش بالضروره ان هو يلبس حاجه مش لايقه عليه عشان انها تكون في الموضه بس. لكن بتنزل معظم الاشكال بالالوان، بنتكلم على المقاسات الكبيره مش المقاسات الصغيره. دي الموضه. دي الموضه بالظبط. بس في حاجه كده برضو زي كده مثلا. طيب، فبالنسبه للشيبس الكبيره هتلاقي من نفس النظاره، من نفس الستايل بالظبط، ولكن مستطيل من نفس النظاره. او في حاجه كده برضو. دي مستطيله. يعني دي شويه على الكاتر. اوكي. في انواع كتير من الوجوه، حوالي 7 من الوجوه، اشكالهم، اشكال الوجوه. لازم اشكال الوجوه دي، في طبعا شيبس في النظارات لازم دي تتماشى مع دي. طيب في قاعده لده؟ طبعا في قاعده لده، اللي هي لو قلنا مثلا القاعده الاولانيه ان النظاره لازم تبقى عكس نوع الوش. يعني طب نوع الوش زي ايه؟ في وش مدوره، في وش مدور، في وش بيضاوي، في وش مستطيل، في وش مثلث، في وش كوميتري بيقولوا عليه، وهكذا. لو قلنا ان احنا نقسمهم لنوعين، فلو قلنا انه قلنا مجموعه وشوش ذو زوايا سوفت ناعمه، فما فيش زوايا اصلا في الوش، هتلاقي الكيرفات كلها كيرفز سموث كيرفز. دي تلبس الهارد شيبس. الهارد شيبس اللي هي النضاره هيبقى فيها زوايا حاده، زوايا حاده زي كده اللي هي قلنا عليها كات اي. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على الشيب، احنا بنتكلم على النضاره تبقى حاده بالظبط كده، على وش ناعم او سوفت بالظبط، ملامحه كده مظبوط. اوكي. عشان كده هي مش لاقيه عليا، لان انا ملامح وشي تعتبر حاده، او مش ملامح وشي، عظم وشي. مظبوط مظبوط. اوكي تمام. العكس صحيح، لو حد بقى زي ما انت لبستي النظاره دي دلوقتي مثلا على سبيل المثال، دي هتبقى ماشيه معاكي كويس قوي. اوكي. ليه ماشيه معاكي كويس قوي؟ لان النضاره فيها سوفت انجلز، الزوايا فيها سوفت مش حاده. ليه؟ عشان هي بتكفر اللي موجود في الوش. ايه اللي موجود في الوش؟ ان في زوايا حاده، العظمه هنا ظاهره شويه، الجبهه هنا صغيره، نازله على دقن مثلثه شويه، بنعالج ده بالنضاره او عشان تتماشى مع النضاره. تمام. لكن لو لبسنا النضاره الوش حاد والنضاره حاده هتبقى طف قوي. تمام. اقدر اعرفها ازاي؟ يعني انا كمستهلك اعرف ازاي نوع وشي اذا كان مربع ولا اذا كان مستطيل؟ ناخد نموذج عليا ونموذج على حضرتك. كويس. انا كده يعتبر زي ما قلنا الوش اللي هو يتقال عليه ايه؟ تراي انجل. مثلث. مثلث. اوكي. الجبهه بتبقى مفتوحه ونازل على ارفع. الجبهه يعني مفتوحه، المنطقه هنا جبهه مفتوحه
عظمتين، دي الجايد لاينز بتاعتنا اللي هو عرض الجبهه مع العظمتين اللي هنا هم هنا دول بالظبط كده مع البطن. لو ده زي ده يعني او المنطقه دي اصغر شويه من فوق ثم نازل على ارفع، فاذا هو ده مثلث قاعدته لفوق. تمام، يعني على سبيل المثال ايه ممكن يبقى نازل دي حاجه من دول دي. اه بالظبط كده. دي مالها بقى؟ دي عريضه من تحت، من هي فتحت المنطقه من تحت، يعني المنطقه من تحت نازله على صغير، فهي لما تبقى عريضه من تحت تعمل توازن اقل من فوق. اقل من فوق هتعمل بالانس شويه مع الوش، مش بالضروره انك تلاحظي ده قوي. مش هتقدري تلاحظيها قوي. اوكي، احنا بنتكلم على نظاره مش هتبقى واخده مثلث مثلث. تمام، بالنسبه لي انا مثلا اوفل لما بقيس المنطقه دي تبقى اطول من المنطقه دي، ومفيش عظمه بارزه، مفيش عظمه الفك مش بارزه، عظمه الدقن ده الوش البيضاوي بالظبط كده، عاده بيضاوي او مدور، مفيش فيه زوايا حاده. فمفيش فيه زوايا حاده يبقى اوتوماتيكلي هو من جروب السوفت انجلز، وده اللي هيمشي معاه الهارد شيد. طيب مدور عاده هيبقى الوش المسافه من هنا لهنا تقريبا قريبه من هنا لهنا. اوكي، في نظاره ممكن حضرتك تلبسها عشان نشوف برده بشكل اوقع او عملي. ممكن دي مثلا هتبقى متماشيه لان في زوايا حاده في النظاره تعمل بالانس مع الوش. اوكي، على النقيض الوش المدور مثلا. اسمح لي ان انا البس دي عشان اشوف شكلها عليا، مش هتبقى ايه؟ مش بطاله، بس احنا بنتكلم على الجايد لاين. بالظبط، مش هتبقى يعني احلى هو حاجة. ده الفرق. لا، هنقول حاجه متماشيه قوي. لازم يراعي كمان المقاسات، النظاره ليها عرض اجمالي اللي هي المسافه ما بين الدراع ده والدراع ده. ده شيء مهم قوي ان المسافه دي وانا لابس النظاره تبقى متماشيه مع المسافه من عندي من هنا لهنا. فلما البس النظاره ما يبقاش الدراع مفتوح بتاع النظاره، او العكس ادخلها بالعافيه. بالظبط كده. الحاجه الثانيه يعني وانا لابس النظاره الحاجب بتاعي ما يبانش من جوه العدسه. طب بليز ممكن توريني برضو حاجه، يعني وريني الصح والغلط، يعني قول لي دي غلط. دي ايه، صح ولا غلط؟ لا دي صح. دي صح عشان شكلا وحجما وكل حاجه. خلينا نقيس دي كمان. خلينا نقيس دي كمان. دي برده متعادي حلو قوي. هي هنا متماشيه مع الحاجب تماما. طب ممكن تديني نظاره غلط؟ ممكن نقول مثلا دي برده احنا الميرور دي اصلا نازل موضه برده، كان موجود من فتره ورجع تاني. هنا النظاره معديه بالظبط، والنظاره معديه اللي بيحبوها. بس مظبوط. الحاجه الثانيه في الميرور هم بيحدثوا شويه في العدسات، ففي كتير فانكشنز بتنزل مش بالضروره تبقى للموضه بس، يعني في حاجات جديده. الموضه انت عارفه ممكن تنزل دلوقتي وتختفي تاني، لكن الابديتس اللي بتحصل في العدسات بالذات وفي تصميم النظارات. ميرسي يا استاذ عمرو. وبكده بتكون خلصت فقرتنا. يا رب تكون مجموعه المعلومات اللي عرفناها النهارده تكون افادتكم. انتظروني فقرات جايه خاصه جدا بجمالك واناقتك وشياكتك وحلاوتك. تحياتي عبير حسين.